بالعودة إلى تقريري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن كل من سوريا وإيران، ينضم إلينا في الاستوديو السيد إيغور خوخلوف الخبير في معهد الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية في موسكو. أهلا بك معنا سيد إيغور. يعني في البداية، التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية هل يتضمن أي تشكيكات بشأن سلمية النوايا النووية الإيرانية؟ نعم، في هذا التقرير توجد هناك كثير من الشكوك التي تخص بأن إيران يطور ليس البرنامج النووي السلمي، بالإضافة إلى أن الوكالة تدل بأن إيران لا ترغب في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا المستوى. المرحلة الرابعة من العقوبات وعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو ضد إيران لم تؤدي إلى نتائج ناجعة ولم تجعل إيران أكثر تجاوبا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يتحدث التقرير أيضا عن زيادة إيران بحجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب، وهو ما يثير قلق واشنطن وحلفائها. يعني برأيك هذا التشكيك، يعني هل هناك ما يبرر هذا القلق، خاصة يعني وأن الأنشطة تتم تحت إشراف الوكالة الدولية؟ الأمر يكمن بأن الوكالة الدولية لا تستطيع الرقابة الكاملة على البرنامج النووي الإيراني في وضعه الحالي، وإيران تؤكد بأنها تحتاج إلى يورانيوم عالي التخصيب من أجل الأغراض الطبية ولمفاعل إيران النووي. ولكن كما يعرف الجميع بأنه المتطلبات الطبية لا تحتاج إلى ذلك النطاق الواسع من اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه إيران اليوم. بالإضافة إلى أن تركيا والبرازيل وإيران قد وقعوا اتفاقية عقلانية بالنسبة لمبادلة اليورانيوم منخفض التخصيب إلى يورانيوم عالي التخصيب تحت الرقابة التركية والبرازيلية، وهذه الاتفاقية لم تنفذ، وذنب ذلك هو يقع على عاتق الدول الأوروبية وأمريكا، ولذلك هم المذنبون في هذا الشأن. لو أن هذه الاتفاقية كانت قد تمت لكانت الأوضاع أفضل بكثير الآن. هناك جدل أيضا بشأن الحظر الإيراني على دخول بعض المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الإيرانية، ما هي خلفية هذا الحظر وما مدى شرعيته؟ إيران لها الحق وتستطيع أن تمنع الأجانب الذين مشكك في أمرهم لأغراض استخباراتية أو ذلك، أو حتى دون شرح أي مبررات. هذا هي الأعراف الدولية ومن ضمنهم أيضا المفتشين الدوليين. فأمريكا تحاول السمسرة والمساومة على هذه الأوضاع، وتؤكد بأن هؤلاء المفتشون هم من المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهم على علم جيد بفعاليات إيران، ولذلك إيران تمنعهم شخصيا من دخولهم إلى هناك. ولكن إيران دولة مستقلة ذات سيادة، تستطيع أن تحرم وتحظر على أي مواطن أجنبي دخول إلى أراضيها. طيب، الوكالة تضع عينها أيضا على سوريا وتقول أنها لم تتعاون يعني كما يجب بعد مع مفتشيها لمعالجة القضايا المتعلقة بموقع دير الزور. ما هي التبعات الممكنة لعدم التعاون السوري هذا؟ عندما نتحدث عن القضية السورية أو القضية الإيرانية أو حتى عن قضية البرنامج النووي، يجب أن نعلم بأنه في الأقاليم توجد دولة نووية على مدى عدة عشرات من السنين، وهي دولة إسرائيل. وهذه الدولة التي لا تتخذ أي أمور وأي أشياء ضدها، إسرائيل لم توقع على معاهدة حظر وعدم الانتشار، فلذلك إيران والتي تخشى هذه الضربات من إسرائيل، وسوريا أيضا التي لها علاقات متوترة مع إسرائيل، فبلا شك تحاول أن تحفظ وتضمن أمنها. فلذلك لو أن الولايات المتحدة الأمريكية سلكت سياسة أكثر متزنة ولم تأخذ فقط بالحسبان مصالح إسرائيل بل ومصالح سوريا وإيران، لكانت الأوضاع مختلفة تماما. ولذلك الحصول على تنازلات كبيرة من سوريا ومن إيران عبر العقوبات وعبر الضغوطات هذا أمر غير ناجح. فعلى أمريكا أن تدرس وتعيد النظر في سياستها قبل كل شيء لكي تكون أكثر متزنة في هذا الشأن، ولذلك يجب أن تكون أكثر عدلا أيضا بما يخص إسرائيل، ويجب أيضا فرض عقوبات على إسرائيل ورفع هذه القضية إلى أعلى المستويات على المستويات الدولية لمناقشة هذه الأوضاع. فلذلك أيضا هناك كثير من الدول التي لا تعامل بالشكل المطلوب، فلذلك يمكن
يمكن الانتظار بأنه هناك أيضا بعض الدول التي توجد لها علاقات سلمية مع إيران فسوف تكون سلمية ولن يكون عليها هذا الضغط. السيد إيغور خوخلوف الخبير في معهد الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية في موسكو، شكرا جزيلا لك.